بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 123 من سلسلة دروس كتاب فتح باب العناية للعلامة الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل في المعاقل. قال: وهي جمع معقولة بضم القاف، وسميت الدية عقلا ومعقولة لأنها تمنع الدم من السفك، ومنه العقل لأنه يمنع صاحبه عن غير طريق العدل. قال: العاقلة أهل الديوان لمن هو منهم، أهل الديوان لمن هو من أهل الديوان. قال: لأن عمر فرض العقل على أهل الديوان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه منكر، فكان ذلك إجماعا منهم. أولا، الديوان أحبابنا كما جاء في المغرب، الديوان قال: الجريدة من دون الكتب إذا جمعها. قال: لأنها قطع من القراطيس مجموعة، مجموعة هي عبارة عن قطع من الأوراق مجموعة، جمعت في ملفين، في ملف واحد. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هو أول من دون الدواوين، هو أول من دون الدواوين. إيه نعم. والمروي أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هو كذلك أول من فرض المعاقل على أهل الديوان، وكان بالأصل، كان بالأصل نعم، كانت المعاقل على العشيرة، كانت المعاقل على عشيرة الرجل، عشيرة الرجل هي التي تعقل الدم، هذا كان في الأصل. ليه؟ انظر الآن إلى نظر الفاروق رضي الله تعالى عنه، تأمل المسألة فرأى أن الشارع لما جعل العقل على العشيرة نظر الشارع، هكذا رأى عمر رضي الله عنه، نظر الشارع إلى أن الواحد منا إنما يتناصر، تأتيه النصرة من أبناء عشيرته، فجعل الفاروق رضي الله تعالى عنه سبب العقل النصرة، النصرة جعل سبب العقل هي النصرة. فلذلك رأى الفاروق أن الحكم الشرعي إنما يتقرر، يتقرر الذي هو العقل يعني، يتقرر إذا اعتمدنا أن العقل قائم على النصرة، قائم على النصرة. فلما جعل الديوان، وسيأتي معنا أن المراد هنا من أهل الديوان هم الجيش، سيأتي معنا أن المراد بالديوان هنا هم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في الديوان. فرأى أن التناصر في الجيش، أن التناصر كل فرد من أفراد الجيش إنما هو بأصدقائه من الجنود. إيه نعم. وكذلك إذا لم يكن من أهل الديوان وجد أن التناصر إنما يكون في لأهل كل حي بحيه،
وربما يكون التناصر لأهل كل مهنة لأهل كل مهنة، كل واحد منهم يعني ينصر صاحبه وهكذا. إذا نظر الفاروق رضي الله عنه أن علة العقل هي التناصر، فما كان كل ما كان سبب التناصر يكون سببا للعقل، يكون العقل عليه، يكون هو العاقلة، هو الذي يقوم بإيش؟ بدفع الدية. وهذا سيأتي نوع، سيأتي شيء من الكلام عنه. لذلك قال الشيخ، قال: لأن عمر فرض العقل على أهل الديوان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه منكر، فكان ذلك إجماعا منهم. طبعا الإمام الشافعي لم يرتضي ذلك، واعتبر أن هذا نسخ، والنسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. سيأتي الكلام عليه والرد عليه. قال: العاقلة أهل الديوان لمن هو منهم. قال: تؤخذ الدية من عطاياهم. هل كلمتنا أو الشاملة أو هنا أظنها خطأ، يعني حتى في المخطوط هي أو، ولكن أظن الصواب بدون أو كلها، من عطاياهم الشاملة، هكذا ينبغي أن تكون. فالظاهر أن أو هنا ينبغي حذفها، ينبغي حذفها، والله تعالى أعلم. قال: من عطاياهم الشاملة لأرزاقهم. متى خرجت العطايا؟ سواء خرجت في 3 سنين أو أكثر أو أقل، وهذا إذا كانت العطايا الخارجة بعد القضاء بالدية للسنين المستقبلة. أما إذا كانت، قال: حتى لو خرجت بعد القضاء عن السنين الماضية لا تؤخذ منها، لا تؤخذ الدية منها. ولو خرجت العطايا يعني والأرزاق بعده، بعد القضاء عن 3 سنين مستقبلة، يعني كان من عادة الأمير أن يعطي كل إنسان عطاياه رواتبه إلى آخره 3 سنين للأمام، أو كان في مال فائض في بيت المال فعجل النفقة على العطايا يعني. ولو خرجت يعني العطايا والأرزاق بعده، بعد القضاء عن 3 سنين مستقبلة في سنة واحدة، خرجت في سنة واحدة، قال: يؤخذ منها كل الدية مباشرة، نأخذ الدية كلها من العاقل، إذ لا فائدة في التأخير. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر قال: أول من فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء عمر بن الخطاب. وفي الهداية: وأهل الديوان أهل الرايات، وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان. وعرفنا معنى الديوان. قال: والعطاء ما يفرض للمقاتلة للجند، والرزق ما يفرض لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة. وقال مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم: الدية على العشيرة وهم العصبات، لأنه كان كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعده، لأنه لا يكون إلا بوحي النسخ، يعني لا يكون إلا بوحي على لسان نبي ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ولما روى ابن أبي شيبة في مصنفه
قال حدثنا حفص عن حجاج عن مقسم عن ابن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم، يعني العاني هو الأسير، وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. وقال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل قريش على قريش وعقل الأنصار على الأنصار، وما رواه عبد الرزاق في مصنفه. قال أخبرنا معمر عن مطر بن الوراق عن الحسن قال أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة يطلبها في أمر، فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، فبينا هي في الطريق اشتد بها الفزع من الخوف والرهبة، فضربها الطلق كانت حاملا، فدخلت دارا وألقت ولدها، فصاح الصبي صيحتين ثم مات. فاستشار عمر الصحابة فقال بعضهم ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب. قال وصمت علي، فأقبل عليه عمر وقال له ماذا تقول؟ فقال علي إن قالوه برأيهم فقد أخطأوا، وإن قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك، فإنك أنت أفزعتها فألقت ولدها بسببك. قال فأمر عمر عليا أن يضرب ديته على قريش، فأخذ عقله من قريش لأنه خطأ، لأن هذا قتل خطأ. هذا واختلف في الآباء والأبناء. فقال الشافعي وأحمد في رواية ليس آباء القاتل وإن علم، ولا أبناؤه وإن سفلوا من العاقلة. لذلك إذا بتذكرون أحبابنا مر معنا مسألة في الدرس السابق، عسانا في الدرس السابق، وهي لا الذي قبل السابق، وهي قال تدي عاقلة ورثته لورثته إن وجد قتيل في دار نفسه. وذكرنا هنا أن العاقلة قد تكون في مرحلة غير الورثة كما الآن ذكر الشيخ، فالعاقلة تدفع الدية إلى ورثة القتيل. فهنا الشيخ ماذا يقول؟ قال فقال الشافعي وأحمد في رواية ليس آباء القاتل وإن علم، ولا أبناؤه وإن سفل من عاقلة. وقال مالك وأحمد في رواية يدخل في العاقلة أبو القاتل وابنه، وهو قولنا عند عدم أهل الديوان، عند عدم أهل الديوان. ولنا أن عمر لما الآن دليلنا على أن العاقلة هم أهل الديوان وليس العشيرة، أن عمر لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان، وكان ذلك بمحضر من الصحابة. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحكم قال عمر أول من جعل الدية عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس. والأعطية جمع العطية. وروى أيضا عن الشعبي وعن إبراهيم أنهما قالا أول من فرض العطايا عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في 3 سنين.
والنصف نصف الدية يعني في سنتين، والثلث ثلث الدية لو أنه فعل جراحة أوجبت ثلث الدية في سنة، وما دون ذلك في عامه في نفس العام الذي حصلت فيه الدية. وفي مصنف عبد الرزاق مثله. وفيه أيضا أخبرنا الثوري عن أشعث عن الشعبي أنه جعل عمر الدية في الأعطية في 3 سنين، والنصف والثلثين في 2 سنين، والثلث في 1 سنة، وما دون الثلث فهو في عامه. وأخرج ابن أبي شيبة عن النخعي والحسن أنهما قالا العقل على أهل الديوان. وقال الترمذي في كتابه وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، في كل سنة ثلث الدية. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عمر أنه جعل الدية في الأعطية في 3 سنين، وفي لفظ أنه قضى بالدية في 3 سنين، في كل سنة ثلث على أهل الديوان في أعطياتهم. وأما قولهم ولا نسخ بعده صلى الله عليه وسلم فمسلم، نحن موافقون على هذا الكلام، إلا أن هذا ليس بنسخ بل هو تقرير معنى، نصلح العبارة أحبابنا، بل هو تقرير يعني الفاروق رضي الله عنه ولم ينسخ الحكم الشرعي بل قرر الحكم الشرعي، لأن العقل على أهل النصرة، وكانت النصرة بأنواع بالقرابة وبالحلف أي العهد وبولاء العتاقة وبالعد وهو أن يعد الإنسان من القوم وهو ليس من القوم، وهو أن يعد في القوم ولا يكون منهم. وفي عهد عمر صارت المناصرة بالديوان، صارت بالديوان، فجعله على أهله، فجعل العقل على أهل التناصر اتباعا للمعنى. ولهذا قالوا لو كان اليوم قوم يتناصرون بالحرف كانت عاقلتهم أهل حرفتهم، ولو كان بالحلف فعاقلتهم حلفاؤهم. وتوضيحه أن إجماع الصحابة لم يكن على خلاف ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على وفاق ما قضاه، فإنهم علموا أنه إنما قضى على العشيرة باعتبار النصرة، وقد كانت قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته. ثم لما دون عمر الدواوين صارت القوة والنصرة بالديوان، فلذا قضوا بالدية على أهل الديوان، لأن المعنى متى عقل، لأن المعنى متى عقل في حكم الشرع يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع. كلام الآن جديد. قال وحيه أي والعاقلة حي القاتل أي قبيلته، لمن أي للقاتل الذي ليس منهم أي من أهل الديوان، لأن نصرته بحيه وهي المعتبرة في التعاقل، فصار حاله كحال من كان على عهده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يؤخذ من كل أي من كل واحد منهم ما عدا فقرائهم في 3 سنين، لما روينا عن عمر 3 دراهم، يؤخذ من كل 3 دراهم أو 4، يعني كل سنة 3 دراهم، فلا يزاد الواحد في كل سنة على درهم، عفوا في كل سنة درهم وثلث، المأخوذ من كل واحد 3 دراهم، يعني مبلغ يسير جدا زهيد. وقال مالك وأحمد في رواية
لا تقدير في أخذها بل يحملون ما يطيقون، لأن التقدير لا يثبت إلا بالتوقيف منه ولا نص فيه، فيفوض إلى رأي الحاكم كتقادير النفقات. وقال الشافعي وأحمد في رواية: يجب على الغني نصف دينار، لأنه أقل ما قدر في الزكاة، وعلى المتوسط ربع دينار، لأن ما دون ذلك تافه لا تقطع اليد فيه. وقلنا: العقل صلة تجب على سبيل المواساة كالنفقة، فيستوي فيه الغني والمتوسط. ثم ابتداء 3 سنين من وقت القضاء عندنا، وقال مالك الشافعي وأحمد من وقت القتل، لأنه سبب الوجوب. ولنا أن الواجب الأصلي هو المثل، إذا قتل يقتل، هذا الواجب الأصلي المثل. والتحول إلى القيمة إنما يكون بالقضاء، يتحول من القصاص إلى الدية، هذا بالقضاء، فيعتبر ابتداؤها من وقته، ابتداء المدة من وقت القضاء. كولد المغرور تعتبر قيمته من وقت القضاء لا قبله. الآن كلام جديد. وإذا كان الواجب ثلث الدية أو أقل منه، أقل من ثلث الدية، يجب في سنة واحدة. وإذا كان أكثر من الثلث إلى تمام الثلثين يجب في سنتين. وإذا كان أكثر من الثلثين إلى تمام الدية يجب في 3 سنين، لأن جميع الدية في 3 سنين، فيكون كل ثلث في سنة، ولا فرق عندنا في تأجيل الدية ب3 سنين بين الواجب على العاقلة والواجب على القاتل في ماله. وقال مالك الشافعي وأحمد: ما وجب في مال القاتل فهو حال، فورا يدفع، وذلك مثل الأب إذا قتل ابنه عمدا، فهذا الدية على الأب وليس على العاقلة وتجب على الفور. أو انقلب القصاص بالشبهة مالا، كذلك على الفور. قال: وإن لم يتسع الحي، مصطلح العبارة أحبابنا، وإن لم يتسع الحي لأخذ الدية منهم في 3 سنين، في 3 سنين كل سنة درهم أو درهم وثلث، ضم إليه، إلى هذا الحي أقرب الأحياء نسبا، يعني لا نأخذ زيادة حتى نتم الدية، لا، نضم حيا آخر إليهم تحقيقا للتخفيف وتفاديا عن الإجحاف، يعني عن ظلم العاقلة الحي الذي منه هذا القاتل. قال: الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات، يقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم، والباقي من الدية، والباقي من الدية التي لم يتسع، التي لم يتسع الحي لها مع ضم أقرب الأحياء نسبا إليهم على الجاني، تكون على الجاني، لأن أصل الوجوب عليه، لأن أصل الوجوب عليه، وإنما تحول عنه إلى العاقلة للتخفيف. قال: والقاتل يدخل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي كأحدهم، لأنه الجاني فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره. وقال مالك في غير المشهور والشافعي وأحمد: لا يجب على القاتل شيء من الدية. قال: والعاقلة للمعتق حي سيده،
عبد سيد عنده عبد أعتقه فقتل خطأ فعاقلته عشيرة سيدي قبيلة سيدي، قال أن نصرته بهم والعاقلة لمولى الموالاة، والعاقلة لمولى الموالاة وهو مولى الحلف مولاه وحيه اثنان، أي حي مولاه لأنه ولاء يتناصر به فأشبه ولاء العتاقة، وفيه خلاف الشافعي وأحمد وقد مر في الولاء. مولانا مبسول فضل مفاهيم مولى الموالاة من هم؟ هذا مر معنا أستاذ في درس الولاء، هذا مر معنا في درس الولاء. مولى الموالاة أن تأتي بإنسان كافر فيسلم على يديك، على يديك، فتقول له أنت ولي وأنا وليك، تدي عني إذا قتلت وأدي عنك إذا قتلت، وترثني وأرثك، هذا مولى الموالاة. ارجع لبحث البحث الولاء تجد هذا مفصلا إن شاء الله. إن شاء الله. قال والمعتبر في العجم أهل النصرة منهم سواء كانت بالحرفة المناصرة يعني بالحرفة أو غيرها، أفتى أبو الليث وأبو جعفر الهندواني وظهير الدين المرجناني أنه لا عاقلة للعجم لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم، وأكثر المشايخ قالوا للعجم عاقلة لأنهم لأن لهم عادة في النصر، أو لأن لهم عادة في النصر في التناصر، وبه كان يفتي محمد بن سلمة وشمس الأئمة الحلواني. وقال الإسبيجابي أهل صناعة القاتل عاقلته وديوانه، ولكن بشرط أن يكونوا يتناصرون بها، يتناصرون يعني بالحرفة، وهو تفصيل حسن واختاره كثير من المشايخ، وقد شاهدت أهل المحلة والعجم يتناصرون كما في مكة المشرفة حال المنازعة بين أهل المعلات وأهل الشبكة، وقد قالوا لا يعقل أهل مصر. نعم، هل هكذا مولانا الشبكة في مخطوط أو الشبيكة؟ عندنا في مكة شرف الله الشبيكة. الشبيكة؟ أيوة. لا خلاص الشبيكة لك، الله يجزيك الخير. قد يكون اسمها قديم. الشبيكة، تمام؟ الله أعلم. الله أعلم. وقد قالوا لا يعقل أهل مصر آخر، ويعقل أهل كل مصر عن أهل سوادهم، لأنهم لأن أهل السواد أتباع لأهل مصرهم. قالوا من لا عاقلة له من المسلمين بأن كان لقيطا أو نحوه كالغريب يعطى عنه من بيت المال إن كان للمسلمين بيت مال، وإلا أي وإن لم يكن للمسلمين بيت مال فعلى الجاني الدية كحد السرقة والقذف والقصاص. الآن كلام جديد. قال وتتح وجدتها كان في معجم البلدان الشبيكة. الشبيكة. قال يعني بالمعجم البلدان ذكر الشبيكة أيضا. أيوة أيوة. تمام. أيوة. قال بالكاف بين مكة والزاهر على طريق التبعيد. نعم. الله. الله يبارك فيك. قال وتتحمل العاقلة ما أي المال الذي يجب بنفس القتل،
وهو دية شبه العمد والخطأ، لا ما يجب بصلح، أي لا تتحمل العاقلة المال الذي يجب بسبب صلح عن قتل عمد، والذي يجب بسبب إقرار من الجاني لم تصدقه العاقلة عليه، يعني كذلك لا تتحمله العاقلة، لأن الإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور ولايتهم عنه إلا أن يصدقوه في الإقرار، لأن تصديقهم إقرار منهم، والامتناع كان لحقهم وقد زال بإقراره بتصديقهم، أو أن تقوم البينة لأنها مثبتة وتقبل هنا مع الإقرار، أي هو أقر الآن بالجناية الخطأ، أقر بالجناية الخطأ ولم تصدقه العاقلة، ولكن أقيمت البينة على صدقه. نعم، ما الحكم؟ قال تقبل البينة هنا مع الإقرار، وتقبل البينة هنا مع الإقرار، وإن كانت لا تعتبر معه، أي وإن كان لا اعتبار لها، لا اعتبار لهذه البينة مع الإقرار، ولكن تقبل. لماذا؟ قال لأنها تثبت ما ليس بثابت بإقرار المدعي، المدعى عليه، لأنها تثبت، لأن البينة تثبت ما ليس بثابت بإقرار المدعى عليه، يعني تثبت شيئا، البينة تثبت شيئا لا يثبته إقرار المدعى عليه. قال وهو، ما هو الذي تثبته البينة وهو ليس ولا يثبته إقرار المدعى عليه؟ ما هو الشيء الذي تثبته البينة ولا يثبته إقرار المدعى عليه؟ قال وهو الوجوب على العاقلة، وجوب الدية على العاقلة. قال ولو أقر بقتل خطأ ولم يرتفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين قضى عليه بالدية في ماله في 3 سنين من يوم يقضي، وهذا الحكم عندنا، وقال مالك الشافعي وأحمد حالا الآن يدفع مباشرة هذا المال. لنا أن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة، أن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة، ففي الثابت بالإقرار أولى لأنه أضعف. قال أو الذي يجب بسبب قتل، يعني كذلك لا تتحمل العاقلة الذي يجب بسبب قتل عمد سقط قوده بشبهة، وكذا إذا عفى بعض الأولياء، أو الذي يجب بسبب قتله ابنه عمدا. قال ولا تتحمل العاقلة جناية عبد أو عمد أو ما دون أرش موضحة، بل يتحملها الجاني. أخرج البيهقي عن الشعبي عن عمر قال العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن النخعي أنه قال لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة، ولا تعقل العمد ولا الصلح ولا الاعتراف. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي أنه قال 4 ليس فيهن عقل على العاقلة، وإنما هي في ماله خاصة: العمد والاعتراف والصلح والمملوك، أي جناية المملوك، يعني جناية المملوك. وروى البيهقي
عن الشعبي أنه قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في آخر كتابه غريب الحديث كذلك من قول الشعبي. ثم قال: واختلفوا في تأويل العبد، فقال محمد بن الحسن: معناه أن يقتل العبد حرا فليس على عاقلة مولاه شيء من جنايته، وإنما هي في رقبته. واحتج لذلك محمد بن الحسن فقال: حدثني عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك. ألا ترى أنه جعل الجناية للمملوك؟ قال: وهذا قول أبي حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: إنما معناه أن يكون العبد يجنى عليه، يقتله يجنى عليه يقتله حر ويجرحه، فليس على عاقلة الجاني شيء، إنما ثمنه في ماله خاصة. وهنا يقتله حر. قال أبو عبيد: فذاكرت الأصمعي فيه فقال: القول عندي ما قال ابن أبي ليلى وعليه كلام العرب، ولو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان لا تعقل العاقلة عن عبد، ولكن ولم يكن، ولم يكن يعني ما غير موجود غير ثابت، ولا تعقل عبدا، انتهى. وقد أجبنا عنه فيما سبق بما هو أحق. وقال الشارح هنا على سبيل التنزل: إن كان القول عند الأصمعي ما قال ابن أبي ليلى نظرا إلى مجرد لفظ هذا الحديث، لا ينافي أن يكون القول ما قال سيدي أبو حنيفة نظرا إلى ما رواه محمد عن ابن عباس جمعا بين الأحاديث، والله تعالى أعلم بالصواب. قال: كتاب الإكراه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.